الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. من المعروف لدى جميع المسلمين أن المرض يبيح الفطر، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة للمريض اللي عنده مرض عارض واللي يمكن ليه يرد هاد الأيام يصومها في الشهور الأخرى ديال السنة، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بالنسبة للمرض المزمن عنده وضعية خاصة، لأن المريض المزمن إذا كان يبيح الفطر في رمضان فهو في الغالب لا يمكن المريض كي يصوم أياما أخرى خارج أيام السنة. والأمراض المزمنة أنواع بطبيعة الحال، أنواع منها أمراض مزمنة التي يمكن للصوم أن يؤثر فيها، مثل عدد من أنواع ديال المرض السكري. المريض بالسكري لكي يستعمل الأنسولين هذا مخصوص يصوم، لأن توازن نسبة الدم، نسبة السكر في الدم أساسية بالنسبة لهذا المريض. وخما كيحسش بالتأثيرات الصوم وعدم توازن السكر، نسبة السكر في الدم، وخما كيحسش بها الإنسان فورا أو في الأيام التي تلي الصوم، ولكن عندها تأثيرات سلبية بعيدة المدى وخطيرة أحياناً على الصحة. وبالتالي المريض بالسكري كما بينت الدراسات، كنا درنا في إطار مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان حد ندوة خاصة للتوافق، حضر فيها عدد من المتخصصين في مرض السكري من جميع أنحاء العالم، وفيها عدد متخصصين مغاربة، ولكن أيضا حضر عدد من العلماء لمناقشة هذا الموضوع. أول نوع من مرض السكري هو السكري الذي يستعمل الأنسولين، وهو في الحقيقة معفون عنه بالنسبة لرمضان، وخصو يفطر، خصو يفطر ويفدي على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا مرض السكري لا يحتمل أن يكون هناك صوم لساعات طويلة، يجب أن يستعمل الأنسولين وأن يأكل في فترات متقاربة. بالنسبة لمرض السكري الذي لا يستعمل الأنسولين ولكن اللي عنده توازن بالأدوية التي تستعمل عن طريق الفم، هذا يجب الرجوع إلى الطبيب. كاين أنواع اللي ما خصوش يفطر، بحال النوع اللي عنده مضاعفات ديال المرض السكري، والمضاعفات ديال المرض السكري خطيرة أحيانا، تؤثر على جميع عروق الجسم، الأوعية الدموية ديال الجسم. وهذا التأثير على الأوعية الدموية يمكن أن تؤثر على الأوعية الدموية للنظر فيفقد بصره، يمكن تأثر على الأوعية الدموية للكلى وتأثر على الكلية، وغادي ينتهي بالقصور الكلوي اللي كيستعمل تصفية الكلى يعني الدياليز، ويمكن تأثر على الأوعية الدموية للقلب وتنتهي إلى مرض في القلب. وبالتالي التأثيرات ديال بعض الأنواع ديال المرض ديال السكري خطيرة على الإنسان وعلى صحته، والله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا الصوم أو لم يفرض علينا أي عبادة لنضر أنفسنا، إنما العبادة خص تكون دون أن يكون هناك ضرر على النفس. ولهذا أوصى الله سبحانه وتعالى، وحتى على بالنسبة للمريض والمسافر، أن يفطر في نهار رمضان ثم يصوم في أيام أخرى حتى لا يضر نفسه، لأن الضرر يزال في الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار في الحديث الصحيح. لذلك هناك نوع من مرض السكري اللي كيستعمل أدوية ماشي الأنسولين، اللي خصو يفطر
هناك أنواع التي يمكن أن تتحمل الصوم بشروط، وهذا لا يحدده، يجب فيه الرجوع إلى الطبيب المتخصص اللي هو غادي يشوف تمييز بين حالات، ثم غادي يعطي بعض النصائح للمريض ويعطيه طريقة استعمال الدواء بالطريقة التي تجعله يصوم دون أن يضر بصحته، لأن الهدف من القواعد الصحية هو نصومه في راحة، نصومه وما نضروش الصحة ديالنا وما تعقدش الحالة المرضية ديالنا. وهذا النموذج اللي هضرت عليه بالنسبة لمريض السكري ينسحب أيضا على الأمراض المزمنة الأخرى، هي أنواع، منها أمراض مزمنة اللي يمكن الإنسان يصوم، منها أمراض مزمنة التي لا تمكن الإنسان من الصوم، وهذا يرجع فيه إلى الطبيب المتخصص، فهو وحده الذي يمكن أن يميز بين الحالات ويعطي للإنسان ما سيقوم به في رمضان. وأوصي جميع المرضى بالثقة في أطبائهم والثقة في نصائحهم، وإن كان من حيث العموم، من حيث القاعدة العامة، فإن كل مريض عنده رخصة الفطر، لكن يرجع إلى طبيبه ليأخذ رخصة الصوم. هذا هو الصحيح فيما يخص الأمراض المزمنة.